الحفل الكريم متابعينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، التحية متجددة بتجدد انطلاقاتنا وشوطنا السابع الذي يندفع قبل قليل حاملا منافسات الجعدان. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مباشرة نسير إلى شاهين لخليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميرياتي مع المركز الأول ومع الصدارة، بينما المركز الثاني هنا على المركز الثاني من الجانب الآخر بدأ هنا مذخور حمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي ينتقل إلى المركز الثالث والتسلل في هذه اللحظات من القادم في هذا المستوى الجميل. هنا القادم في هذه اللحظات هذا هو الفارس سالم بن سعيد خاتم الشامسي ينتقل إلى المركز الرابع، والوصول من معوض علي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدياتي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس فهذا هو همدول مطر بن سعيد المرير الكتبي، هنا يندفع على المستوى الخامس من خلال هذا التواجد وحضور هذه الأسماء المتميزة. كذلك على المركز السادس هنا الوصول نمياس سالم بن حميد بن غدير الشامسي، وسابع المراكز مع نسناس سالم بن عبد الله بن سالم القبيسي. ثامن المراكز تقدم هنا أدهم بخيت بن محمد بن بخيت الجربوع المري. تاسعا مع اندفاعة وانطلاقة الذيب حمد بن سعيد السيف الاكتبي، والمركز العاشر هنا مع الاندفاع ياتي عزام بارك بن ناصر بن راشد بن مانع المنصوري، يعود الى المركز الاول والى الصدارة. اعود الى الاندفاع الجميل من خلال هذا الانطلاق الكبير، كيلو ونصف الكيلو المتبقي عن نهاية هذا الشوط، والمنافسة هنا ما بين الأسماء القوية والشعارات التي تتميز بظهورها المتميز. مذخور يا مذخور هنا على المركز الأول حمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي ياتي على صدارة هذا الشوط، يندفع بأبداعاته بانطلاقاته بتحدياته الجميلة، بينما المركز الثاني الفارس يتقدم سالم بن سعيد بخاتم الشامسي هنا على المركز الثاني. من اللي وصل؟ من اللي تحرك؟ من اللي تقدم؟ معوض القادم على المركز الثالث هناك مع هذه الانطلاقة الجميلة مع علي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي هنا مع المركز الثالث، بينما رابع المراكز هنا حضور من نسناس القادم لسالم بن عبد الله بن سالم القبيسي. الله شوف تابع راقب شاهد هذا المشهد الجميل، انفرد معوض على الصدارة على المركز الأول علي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي، ولكن نسناس القادم هنا على المركز الثاني نسناس سالم بن عبد الله بن سالم القبيسي. وهب لي نسناس يا يبريحة ناس، عندنا قالين قادم في هذه اللحظات. شوف المركز الثالث هناك مع مبهر صالح بن علي بن سعيد الجحافي، لكن وين؟ هنا نسناس مع الفوز مع الانتصار سالم بن عبد الله بن سالم القبيسي. ما شاء الله تبارك الرحمن، هكذا الابداع، هكذا التميز. هنا مع نسناس يحقق هذا الفوز والانتصار، تهانينا لسالم بن عبد الله بن سالم القبيسي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني معوض علي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي، المركز الثالث وصل فيه مبهر صالح بن علي بن سعيد اليحافي، المركز الرابع كان مع رحمن لسالم بن خيط بن طريبيش المنصوري، والمركز الخامس كان مع عناد احمد بن شاهي بن خلفان المزروعي. اذا متابعينا الكرام،
هكذا هي الانطلاقة والتميز الجميل. ونسناس هو البطل لسالم بن عبد الله بن سالم القبيسي، يحقق هذا الفوز والانتصار بنهاية مميزة وتحدي جميل. وها هي الإعادة التي تشاهدونها عبر قناة ياس والقنوات المتابعة لهذا الحدث الرياضي الكبير، ألا وهو ختامي الوثبة. إذن هنا نشاهد التوقيت الزمني المرافق لنسناس ولحظات الوصول إلى خط النهاية، معلنا هذا الانتصار الجميل والنقطة الذهبية في عاصمة الميادين. 5:52 وجزئين من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار لمالك نسناس سالم بن عبد الله بن سالم القبيسي. وصل على المركز الثاني معوض علي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي. توقيت الزمني 5:53، 5 أجزاء من الثانية. ومذهر وصل بالمركز الثالث لصالح بن عدي بن سعيد اليحافي. من وصلنا لهذا المستوى الجميل والتوقيت الزمني 5:56 وفاء وتماما وكمال.